أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم يا بارئ البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكما، اغفر لي ذنوبي واستر عيوبي وتجاوز عن سيئتي، إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بسم الله. آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة، يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتمم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. فرد حي قيوم حكم عدل قدوس، فأنزل الله سكينته عليه، لا يحزنهم الفزع الأكبر، يرزقون فرحين بما آتاهم، سلام قولا من رب الرحيم. يا نار كوني بردا وسلاما، للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. على كل نعمه حمدا بعدد كل نعمه كما يليق بجنابه جل جلاله. آمين آمين آمين. يا الله يا رحمن
يا رحيم يا فرد يا حي يا قيوم يا حكم يا عدل يا قدوس. اللهم سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمري وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة ويسر لي كل أمر عسير وقل لما أريد كن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك يا رب أيامي الجميلة وأخبار مفرحة وراحة بال وتوفيق من عندك إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت تباركت وتعاليت. اللهم يا بارئ البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكما اغفر لي ذنوبي واستر عيوبي وتجاوز عن سيئاتي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما هديت ولا ميسر لما عسرت ولا معسر لما يسرت. اللهم إنا نسألك بصمدانيتك بوحدانيتك بفردانيتك وبعزتك الباهرة وبرحمتك الواسعة أن تجعل لنا نورا في مسامعنا ونورا في قلوبنا واجعلنا نورا. اللهم آتنا نعمة ظاهرة وباطنة ونعمة باطنة حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله القوي لمن بغى علينا حسبنا الله الشديد لمن كادنا بالسوء حسبنا الله الرحيم عند الحساب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الرحمن الرحيم. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب انصرني على القوم المفسدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.